انا كتاري زباله. انت عزفت يا بتاع البيانون وقعت دماغنا. اهلا بيكم، انا كتاري وحش قوي، هو اللي معطلني بصراحة. يعني انا ايدي ما شاء الله، يعني انا راجل موسيقار عظيم بس والجيتار بس الزبالة. كلمة كتير ممكن تسمعها من الناس وممكن انت نفسك تقنع نفسك بيها، يعني ممكن انت نفسك كعازف تقنع نفسك بيها، ممكن تيأس من الحياة بسببها، لانك انت خلاص اللي معاه آلة زبالة دوت مش هيقدر بقى يتقدم وبتاع، فانا هركن الآلة بقى خلاص واسيب الجيتار واسيب الكلام ده، يبقى راجع دماغي يا عم. طبعا الكلام ده كلام لازم نتأكد منه علميا. يعني ايه جيتار زبالة؟ يعني جيتارك وحش، يعني جيتارك ما ينفعش جيتار، يعني جيتارك معطلك فعلا، الجيتار معطل تقدمك في الجيتار. طب انت تعرف دي ازاي؟ واي حد بقى يعني يقول لك انا خلاص جيتاري معطلني خلاص تصدقه، ويعتبر كده كلامه يعني ثقة في ان الكلام ده صحيح. لا، في علامة للموضوع ده وممكن انت تعرفها بنفسك لو انت عايز تعرف كده. الجيتار اللي انت عندك اللي انت بتقول عليه وحش او جيتار مش مظبوط، انت شايف ان هو وحش، يعني عاوزك تجرب مقطوعة عليه. المقطوعة دي انت مثلا تكون بتحبها وعملتها حلوة، اي مقطوعة، شرقي غربي هندي صيني، اي حاجة انت بتحبها وتكون بسيطة وجميلة وتعزفها مرات كتيرة لدرجة انك تتقنها على الجيتار اللي انت تظن وحش، يعني تظن هذا الجيتار وحش، وتاخد رجلك يا باشا وتروح على محل الادوات الموسيقيه او محل الالات الموسيقيه اللي جنبكم، ايا كان ليفله او ايا كان مثلا مستواه كويس مستواه ضعيف، محلات غاليه رخيصه، محل بيبيع الات موسيقيه وبيبيع كمان حلويات وحاجات كده زي ما انت عايز، وجرب الجيتارات اللي عنده الغالي والرخيص بنفس المقطوعه اللي انت عملتها وعملتها باتقان. يعني الشرط الوحيد ليها انك انت تكون عملتها حلو جدا لدرجه انك انت خلاص يعني بتعملها وانت مغمض عينيك، ماشي؟ وهتعمل نفس المقطوعة تاني على الجيتارات دي. لو حسيت ان الجيتارات اللي انت بتعزفها في المحل طلعت لك صوت احلى والتكنيك بتاع ايدك كان اسهل، لقيت نفسك على الجيتار دوت احلى بكتير من اللي عندك في البيت، ده معناه ان الجيتار بتاع البيت فعلا معطلك، يعني الجيتار بتاع البيت دوت اقل من مستواك اللي انت تقدر توصل له بجيتار تاني احلى. لو لقيت انك انت مش عارف تفرق، يعني هو نفس المستوى بتاع الجيتار بتاع البيت هو نفس المستوى بتاع الجيتار ده، او حاجه بسيطه يعني مش حاجه تذكر، يعني مش مطلعها مثلا الجيتار اللي انت بتعزفه عليه في المحل مطلعها مقطوعه سوبر، والقطاع بتاع اللي في البيت الجيتار اللي عندك مطلعها بتزن ومطلعها زباله وبتاع، فلو انت لقيت ان مش عارف تميز فرق بينهم تعرف ان الجيتار مش معطلك ولا حاجه، انت بس مش عايز تتعب. كلنا ما فيش حد منا بيحبش الراحه يعني والراحه، والله يعني لو لقيت حد يخليني نايم واصحى الصبح ابقى بعزف جيتار 10 على 10 يعني اكون متشكر، يعني تبقى نصيحه حلوه لو حد يقول لي اسم حاجه تخليك تعمل كده، حبوب تاخدها مثلا تصحى الصبح تلاقي نفسك جيتارست شاطر يعني، او مثلا واحد عايز يتعلم الجيتار في شهرين مثلا ولا ثلاثه وبتاع، اديني يا باشا الوصفه بتاعت اللي عايز يتعلم جيتار في شهرين ويبقى سوبر، وانا مستعد اسيب اللي انا بعمله ده خالص وامشي وراه، يعني مفيش الكلام ده طبعا. وعشان تبقى فاهم برضو الوصول للهدف، تتخيل مش هو ده اللذة؟ يعني ما توصل لحظة ما توصل لخط النهاية وتعمل خلاص ايه انا عملتها اهو الحمد لله سمعتوني؟ سمعناك خلاص حلوة ماشي خلاص خلصت. لو ما عندكش هدف تاني، مقطوعة تانية، حتة تانية، اغنية تانية وعملتها تاني بحيث انك انت تبقى عملت حاجة تانية، خلاص انت موت كده بقى، نهاية الوصول بتاع خط النهاية بتاعك ده موتك خلاص، مفيش حاجة بعد كده. فالطريق نفسه للوصول لخط النهاية امتع بكتير جدا من لحظة الانتصار بتاعة النهاية. وانت مش واخد بالك، انت فاكر الطريق تعب ووجع قلب وتمرين ووجع وجع دماغنا بالدو والري والسول والفا والكلام ده، واخد بالك؟ تخيل بقى دي متعة لوحدها، التعلم نفسه متعة، فحاول تستمتع بالطريق اللي انت ماشي فيه، ما تستناش المتعة تبقى عند خط النهاية، الطريق ممتع صدقني. تخيل في اوقات كتيرة جدا المقارنة ما بين اللعب وما بين الدراسة على الآلات الموسيقية بقت الدراسة افضل عندي من اللعب على الآلات الموسيقية. الحالات الوحيدة اللي انا بلعب فيها الجيمز واسيب الآلات الموسيقية اما تجيلي لحظة سدت نفسي كده، اما عملت وقفت في عقبة ومزهقاني شوية مش عارف اعديها بسهولة، يعني او التكنيك بتعلمه هياخد وقت وبتاع فبأحبط شوية. كلنا كده يعني، كل حتى الناس اللي متقدمة في الجيتار بتحبط كده شوية بشوية بالتدريب،
كل حاجه تيجي بالراحه وتيجي ببطء. ويا ما سمعنا كلمه العب بالراحه ببطء عشان تقدر تعزف بسرعه، سمعتها مليون مره زيكم كده، بس اول ما بمسك الجيتار انا عايز اعمل نفس السرعه بالظبط على طول يعني، طبعا مش بيحصل يعني. فلازم اعلم نفسي الادب برضو، لازم انا حتى كمان انا نفسي اقعد ادب نفسي، لا هتتعمل دي وهتعمل بالراحه الاول، وحط المترونوم عشان ما تسرعهاش، ما انت تقعد تحط، ما تحطش مترونوم وتعتمد على انك انت طب ماشي ما انا هعملها بالراحه كده، تضحك على نفسك، تيجي في وسطها تلاقي نفسك عايز تسرع، واخد بالك، وبتضيع التكنيك بتاعك. فلا انا هحط لك بقى كمان المترونوم عشان ما تعرفش تتحرك، ما تروحش يمين ولا شمال. فاتمنى ان تكون النصيحه دي تكون مفيده ليكم في انكم فعلا تعرفوا الاله بتاعتكم موقفاكم ولا لا. ولو ما كنتش عملت سبسكرايب، سبسكرايب للقناه بتاعتنا، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش اعمل ديسلايك، انت حر. واتمنى اشوفكم في الحلقات الجايه، تابعونا على القناه واللينك بتاع الفيسبوك موجود على اسفل الفيديوهات. شكرا.